صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا دخلت إلى المسجد والدرس يلقى، فهل أصلي تحية المسجد أم أستمع إلى الدرس لكي لا يفوت علي شيء؟ وهل يقدم العلم الشرعي وطلبه على تحية المسجد؟ لا يمنع أنك تصلي ركعتين وتوجد فيهما، حتى اللي يدخل والإمام يخطب يوم الجمعة، مع أن الإنصات للخطبة أمر واجب، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما كما في الحديث. نعم.